ضمانا لسيرها الحسن ونزاهتها في التحصيل العلمي، عمد المشرع الجزائري على تجريم أي محاولة للمساس بمصداقية المسابقات والامتحانات الوطنية من خلال قانون العقوبات 2006، معتبرا أن أي تصرف كان يمس بنزاهة الامتحان جريمة يعاقب عليها القانون. نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحان يعاقب عليها القانون بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 100,000 إلى 300,000 دينار جزائري. إدارة كتابة هذه الأفعال من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير والإشراف على الامتحانات، العقوبة تكون مشددة من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 1,000,000 دينار جزائري. ترسانة قانونية وضعت للحد من الاستعمال السيء للتكنولوجيا الذي مس بمصداقية الامتحانات من خلال تسريب المواضيع حقيقية كانت أم غير ذلك، والتي تثير دائما البلبلة والشك وسط الممتحنين. كما أن هذه العقوبات قد تصل إلى 15 سنة وتوصف بوصف الجنائي، إذا ترتب عن هذا النشر للأجوبة أو الأسئلة أثناء أو قبل المسابقة أو الامتحان إلى إلغاء الكل أو الجزئي للامتحان، فتصل العقوبة إلى 15 سنة سجن نافذة. النيابة وبمجرد وصول إلى علمها ارتكاب إحدى هذه الجرائم المذكورة سابقا، مهما كانت الوسيلة التي يصل بها إلى علم وكيل الجمهورية ارتكابها، تتحرك مباشرة. صون مصداقية الامتحانات مهمة أولتها الدولة بالغ الاهتمام لضمان حقوق الممتحنين ومستواهم التحصيلي بعيدا عن كل أشكال الضغوط والتشويش.